بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنرحب بالزميل العزيز كابتن احمد فوزي مساء الخير يا احمد مساء النور يا كابتن يعني هارد لك النهارده الحمد لله يعني الحمد لله رب كويس ان احنا وقعنا دلوقتي احسن ما نروح نلعب ماتش يانج يانج افريكانز بالطريقه دي اعتقد النهارده الحمد لله نقطه ممكن تفوق اللعيبه وتفوق الجهاز كله على اهميه المباريات القادمه وانا مش شايف ان يعني اه فقدنا نقطتين نقطتين ولكن ان شاء الله المباراه الفرق الفرق اللي لينا ان شاء الله طبعا ان شاء الله بإذن فيها مش نهايه المطاف يعني اه عادي يعني ده شيء طبيعي بإذن. وبيحصل ان احنا نتعادل وكويس انها جاب عشان نفوق فيما بعد تتعوض ان شاء الله بالظبط آه الاول قبل اي حاجه ظلمنا الهاني سليمان قبل المباراه وقلنا انه أيوة. هيضيع وقت كتير للامانه اول مباراه في تاريخه ما يضيعش فيها وقت صحيح. للامانه بس ما فيش كوره راحت ما هو ما فيش كوره راحت له دي دي جانب والجانب اللي هو بيضيع وقت دي حاجه ثانيه يعني هو كان أوه. بيقعد في ضربه المرمى سبع دقائق ونص لا اعتقد انه لعبها بسرعه في أيوة. واحده وقع فيها في الاخر قام على طول ودي برضه حاجه هن... ماشي اه ماشي ماشي ماشي, ماشي كابتن ايوه فهنبتدي الحالات يا كابتن ان شاء الله في الدقيقه 16 لونج بول من 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 خط ظهر سموحه حصل مس اندرستاند بين بين رامي ربيعه وبين الشناوي عايز اقف هنا عايز اقف هنا ثواني ثواني الكره في نص الملعب بتاع سموحه بعد الخط ب 10 ياردات الطبيعي ان التمركز بتاع الشناوي في الوقت ده يكون عند نقطه البنالتي ده الطبيعي انما الشناوي الم... هو مش باين هنا الشناوي دلوقتي كان في جوه ال يارد لما الكره جت في ظهر عبد المنعم بقت قريبه لمين بقت قريبه لمحمد الشناوي أي. رامي سبها ثواني وحتى بصله لا بعد كده الناس جايه تضغط عليه والشناوي قال له طلع قدام طلع قدام الطبيعي في الوقت ده اصلا الكره لما تسقط هنا كان لازم يكون الشناوي موجود هنا عشان كده التمركز بتاع الشناوي كان متاخر شويه وكنت اتمنى ان هو يكون موجود بدري عشان يحللنا لما احنا ناخد الكرة ونستحوذ ونبتدي هجمه غير لما رامي ربيعه يبقى فيه مشكله ويحطها بره في الاوت وتبقى هجمه علينا فدي انا شايف ان دي يعني ممكن تكون حاجه بسيطه ولكن هتاثر بعد كده في شغلنا واستحوذنا على الكوره وان احنا نبقى مكملين. نروح للحاله اللي بعديها في الدقيقه 31 زي ما قلت لحضرتك ثواني معلش زي ما قلت لحضرتك ان كل الكرانر اللي بتتلعب او الفاولات على الهاني سليمان في الكورسات هاني عنده مشكله فيها يمكن احنا النهارده سيطناه احنا عملنا كل الكورسات بلالين بدليل ان هو طلع خد ثلاث اربع كورسات بلالين بمعنى كلمه بلالين في قلب ال يارد مش حتى على خط ال يارد عشان ياخد مساحه الوحيده اللي هيجري وياخد فيها جامب دي بص هيطلع مش هيعرف يمسك الكره وهتقع منه لو في حد مكمل تحت تحت الهاني سليمان في الكره دي تحديدا كان ممكن ياخدها اللي انا عايز اقوله ان اول كروس اتلعب على ال يارد وقعت الكوره من الهاني سليمان ودي مشكله كبيره واحنا قلنا قبل الهوا ان احنا لازم الكروسات كلها تبقى في المنطقه دي وهو مش هيطلع انما كنا كان بيطلع النهارده ليه؟ بنعمل له كروسات جوه السكس يارده وبالونه واخده وقت في الهوا عشان كده كان بيقدر يطلع ويتعامل معاها. آه نروح للدقيقه آه 40 نروح للدقيقه 40 والحاله اللي بعد كده آه بص سوا ماشي امشي معايا وقبل ما يلعب كريم وقف ستوب هنا ستوب ثواني بص الهاني واقف في حته وحشه قوي الباص ده لو اتعمل كويس لصلاح محسن عند نقطه على البنالتي على مزبوط. الهاني مش هيروح مظبوط الهاني المفروض في حته زي دي يبقى واقف على 6 يارد يعني لو هاني واقف على 6 يارد والكره اتعملت عند البنالتي ممكن ياخد خطوتين ويعمل <applause> تراي ويجيبها انما هو واقف في حته وحشه الاوحش منها ان كريم لعب الباص في اتجاه الهاني سليمان إيه؟ لما نبص على الباص أو الباص في رجل عند الهاني سليمان وكمان وقعت منه لو حسين الشحات مكمل لجوه كان جابها لو امام امام روح. لو مكمل لو امام مكمل كان جابها لو لو قفشه موجود كان كمل نرجع تاني عشان هقول نقطه صغيره بس هنا حسين الشحات على البعيده لما الكره اتعملت وقف ليه المفروض يقطع لجوه اجباري إجباري لازم يكمل مع الاسترايكر التاني يعني طيب. في سترايكر واحد بيكمل التاني لازم يجي في البعيده ولازم امام يخش في القلب تحت على ال... على الدايره ومعاه قفشه طبعا هو تصرف خاطئ جدا من الهاني وتوجيه الكرة في حد ذاته كان غلط، كان ممكن يعمل كده بس يوجهها كورنر الناحيه الثانيه، انما هو وجهها في قلب الملعب بس ما فيش تكمله من عندنا للاسف ودي آه يعني انا بلوم فيها طبعا الهاني كشغل حارس مرمى بس بلوم فيها آه المهاجمين لانهم كانوا لازم يبقوا موجودين او خط النص تقريبا. نروح للكره الوحيده اللي في الماتش كله اتلعبت على الجول، آه. آه الكره دي آه باص من علي معلول آه صلاح محسن قطع وستوب قبل ما يلعب معلش ثواني ثواني معايا ثواني معايا ثواني معايا قبل الهوا انا قلت لحضرتك الهاني مميز جدا في الانفرادات وفي رد الفعل في المناطق الضيقه وايه ويا كابتن قلت لك يعني اي حاجه على الارض جنب رجليها هتخش صح. انما دي بقى على الارض ما ينفعش تلعب على الارض جنب رجليه ليه؟ مم. لان انا جاي من زاويه ضيقه واكيد بلال يبقى ادرى مني بالحاجات دي وك انا جاي من زاويه ضيقه هحطها فين؟ انا كحارس مرمى هنزل أقفل الارض هكنس صح. زي ما سليمان كان صح لو صلاح بس عملها عاليه عالة. انا قلت في اي زاويه ضيقه عاليه هتخش انما صلاح للاسف عملها على الارض تحرك الهاني سليمان قبل ما ي... قبل ما ي... قبل ما صلاح يجي له كان عشرة على عشرة للامانه ليه لان لما هو تمشي معايا اكمل معايا واحده واحده هو ما شافوش يا فوزي هو, م... سو... هو ما رفعش عينيه صلاح ما شافش اصلا آه، صلاح عيني. كان باصص على الكوره لو رفع عينيه يحطها في البعيده بالراحه خالص هيحطها في رجله آه. هو لو م. شافه يا بلال في اي حته فايح في الضيقه فوق وعلى الارض اي حاجه رفعه خفيفه كده كمان في الدنيا كانس الم... زي ما بيقولوا كده كانس الارض لو كان بس حطها من فوق بس هو مشاركه في... لعيب سموحه معاه برضو يعني قلل حته التفكير شويه هو مبصش آه أكيد بس طبعاً أكيد ما بصش اه بس ما قدرش ان هو يعملها بنفس التوجيه اللي انت قلت عليه انا مع انا مع حضرتك تماما إن لو ما فيش لو ما فيش المهاجم ده على الاقل كان ممكن لو يبص فيش المدافع ده كان, كان على الاقل ممكن يلمح, يلمح الهاني سليمان بس هو ما لمحوش عشان خاطر معاه مدافع وهو عايز يلحق الكره قبل المدافع بس احنا بنتكلم في ان الهاني سليمان صراحه التصرف بتاعه هايل في الكره دي وخاصه الحركه اللي قبل ما توصل الكره لصلاح محسن يعني انا شايف ان اللي خلاه قريب قوي كده اثناء البصمه بيتعمل هو خد خطوتين سرق بيهم صلاح محسن وبقى قريب منه. ايوه. فاعتقد ان هني عمل شغل كويس في الكرة دي بعد كده يمكن ما فيش حاجه ممكن نتكلم فيها في الدقيقه ونص يعني خلاص سيبنا من الحاله دي وخش على الحاله اللي بعدها. يعني حاله غريبه ممكن تخسرنا جيم وحصل ثواني س... قبل ما قبل ما نجيبها السنه اللي فاتت في ماتش ده سموحه تحديدا <applause> مع اللي حسن, فات. حسن او اللي قبل اللي فاتت بالضبط من سنتين وشويه اه اللي ده السنه لخص اللي خسرنا فيها الدوري سنتين وشويه اه السنه اللي خسرنا فيها الدوري كره في نص الملعب كره زي دي بالظبط وبرده الشناوي اخطا فيها وحسام حسن احرز منها هدف وكسبونا 1-0 وكان هنا في استاذ السلام على ما اتذكر آه الكره دي باص من علي معلول وانا قدامي 25 يارد آه بعد ما أروح للكره استنيته ووقفت وبعد ما وقفت عملت حاجه غريبه هو لا هو كان عايز يباصي ولا عايز يرقص انا مش عارف مم. يعني دي لا انا يعني عادل. جسم وضعه التشريحي لا بس ان هو, هو كده هيباصي فيها. هو فكر في الترقيص في الاخر يا كابتن لا مم. هو شالها اه يعني شالها من تحت لا بس هو فكر تفكيرين انا كان آه. بقول آه. هو باصي وبعدين هو رقص. في الاول آه. اول اول آه. حاجه هو بيوقف كان بس بس هيباصي آه ايوه ممكن. ما هو بيوقف كان ان هو بيسند عشان يشوط في الحته الفاضيه عشان انا مع حضرتك بس هو قفل آه حسام حسن فما عندوش حل الا لازم يرقص كده لا هو انا معلش مع احترام طبعا اكيد كلام حضرتك صح بس انا وهو بيستلم هنا قبل لا ارجع ثواني 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 بس هو اول حاجه عملها بص على اكرم هو كان عايز يباصي ناحيه اكرم آه آه لا إيه؟ عليه ضغط لا اكرم لا, لا اكرم معاه مع واحد آه. المفروض بقى خلاص اخد واحده واعمل واحده في نص الملعب ضيق آه حسام حسن ضيق المسافه عليه كممكن ممكن تبقى فيها ريسك تيجي في جسمه يبقى انفراد. طب هو الريسك يا كابتن لو هو بيرقص كده والكرة طالت وحسام حسن خدها؟ لا ما هو ما هو يا احمد دلوقتي هو قرر انه ياخد يعدي. آه ماشي هو قرر يعدي القرار عشان كده هو قرارين. اصل هو آه. القرار الاولاني لما يعني حارس المرمى القرار الاولاني لما يضيق عليه الوقت او ياخده وبعدين لما خده الراجل الثاني فسده له فلازم يفكر التفكير الثاني التفكير الثاني ايه لا يطلع واحده على الخط قدام كده لا يرقص آه. طيب دي هي الخطوره في الترقيصه كابتن لان انا انا خلاص انا في نص الملعب ومعيش حد لا قدر الله وانا برقص اتزحلقت وهو في جزء سنه صغيره رجليه علقت في الملعب يعني هيبان أيوة لنا بص لو في لو لو حسام ما طلعش في الهواء وواقف على رجليه على الارض هياخدها تعرف دي ضريبه الكره الجديده آه الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي بيبقى في السنه اكتر في الدوري الانجليزي بيبقى يعني في اكتر من 15 15 هدف على الاقل منهم انديه كبيره قوي زي ليفربول وزي توتنهام وزي المان سيتي الاجوان بتوعهم عشان بيلعبوهم دلوقتي تمام فبيغلطوا كتير يعني حلو بس إيه يعني انا رايي يا كابتن في كوره زي دي معلش انا دلوقتي متعادل الكلام ده لو انا كسبان واحده واثنين ده باص بقى بعد كده ولا ماليش دعوه شيل اللي لا طيب انا عايز اكمل انا نفسي يا كابتن في حاله زي دي خاصه ان هو لما بص على اكرم ممسوك علي واحد ضاغط عليه مروان واحد ضاغط عليه انا واحد ضغط عليه خلي إيه. بالك يا احمد في نقطه دلوقتي حارس المرمى نفسه ده بيشتغل في التدريب كده دلوقتي يعني أوه. بمعنى ايه بمعنى هو بيتمرن تمرينين حارس المرمى في الوقت الحالي التمرين الاولاني كحارس مرمى بياخد كل الشغل الفني بتاع حارس مدرب حراس المرمى تمام والتدريب الثاني انه بيلعب لعيب في وسط اللعب حقيقة. بيلعب ليبر وبيلعب تقسيمات وبيلعب عشان يباص وبيلعب دي حقيقه وده ده الشغل الطبيعي دلوقتي دلوقتي ما, ما بقاش آه. ما بقاش شغل الحراسه اكتر من شغل الباص يعني ده, أيوه. ده في التمرين جزء اساسي دلوقتي نكمل انا بس نكمل. يعني بعد دي بقى بعد الترقيصة اللي انا معترض عليها نشوف الشوطه اللي الشناوي شاطها وهو بيطلع هنا في النقطه دي ثواني معلش ثواني بس ثواني انا الطبيعي العب في حته على الجنب يا اما على الجنب الشمال على اقصى الجنب الشمال يا اما العب على اقصى الجنب اليمين خلاص انا رقصت ما يمين. واضح ان هي خدت وش رجله غلط بقى اتجاهي ناحيه الشمال قلش ما هو قلش ماشي ما انا م. انا مش معترض <applause> انا بقول الاسهل له ايه بقى؟ يحط ببطن رجله هناك في عند الكورنر الناحيه الثانيه هو عايز يوجه بوش رجله فقلش وفي القلشه دي الراجل الشيكو دودو ده دودو لو لو استلم كويس وحط في الجون والشناوي لسه بره كانت هتبقى المسافه كبيره وكنا لا قدر الله يحصل اي حاجه انا مش قصدي ان انا الكلام ده كله اللي انا قصدي فيه ايه هو درق احنا ضربنا ثمن لعيبه الحمد لله ان الباص ده طلع غلط هنا لاسلام لو الباص ده لو الراجل ده بيفكر صح وعملها في الجون كانت ممكن تبقى هدف عشان كده كنت اتمنى الشناوي بعد ما رقص خلص خلاص خلصنا بالطريق يحط بوش رجله او ببطن رجله في الكورنر الناحيه الثانيه ونخلص من الكره دي خالص اخر حاجه الدقيقه 93 آآ آآ يعني تغطيه من الهاني سليمان كويسه اللي بقى اللي احنا مش ه... اللي انا عايز اتكلم فيه التمثيل يعني هو علي ما لمسوش اه إيه انا ليه جايب الحته بتاع التمثيل دي احنا اللي ادينا له الفرصه انه يعمل كده حتى لو قام بسرعه ما قامش اي حال من الاحوال احنا الراجل باك رايت وقع, وقع قعد فيها ثلاث دقايق وهو سليم، الحكم ما فيهاش اي حاجه، بس احنا اللي ادينا لهم الفرصه للاسف ان هم م. يعملوا كده، كنت اتمنى مم. ان احنا نخلص الماتش بدري، ولو كنا خلصنا بدري كنت هتلاقي كل الكلام ده متغير. ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. شكرا يا كابتن احمد شاكرين جدا الف شكرا هنروح لزميلتنا